جرس عسكر معهم مدني نزلوا ضد نس. طب وين الدولة حتى تحجزكم كم يوم؟ أما المدني أشعر بدني خليني بكلام وحس إنه عم يحاول يمشي على بيت. فالمفهوم إنك لا تشي لابس يا صاحبي عادي كم ممكن حلا ودي لو قلتلي وين مبعوث رح فهمك خي الرابر دسك حلو وكتير قاطر بس لعم تجعر قلي العم ريتو تسألك مقصوص البرد عندك يا صاحبي مشكل يمكن إخد منك عدوى الأوتوديون أفكاره أوسع من إنه تحطه عبرسك لك بالخدمة ريتك تبقى هونيك يمكن نورك أدوى بس نارك عندي بتنطفى عارف يلي اختفى اسمك بتصدر عش الكرسي لازمك تجرب أداء عم حاول سير حالي أفهم كيف صرتوا أعداء هلأ فاق يعني بركان انفجر من بعد غيبة غيبة من بعد هبل كليكتو أخت الهيبة طيب اللطشي شرعية أطيب من حشيش تشرع رح أفهم ما كان قاصد بس هالقهر هو تسرع صدق مني عم ضلني قاعد بحضن أمي لأنه والدتك بحضني خايفة علي وإكلي همي